تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية، أعلنت قوافل الشفاء الصحية تقديم خدماتها لنحو 5000 مواطن بمحافظة الإسكندرية، وأتي ذلك في إطار المساعي المتواصلة للارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين بكل المحافظات. قافلة شفاء الخير التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع بنك الشفاء المصري ومجلس الوزراء وصلت إلى منطقة عبد القادر بالعامرية بمحافظة الإسكندرية لتستكمل بها تقديم خدماتها الطبية لنحو 5000 مستفيد من أهالي الإسكندرية. احنا النهاردة موجودين في محافظة الإسكندرية، بقالنا 4 أيام في المحافظة مستهدفين نكشف 5000 حالة، اللي كان مع يومين في البطاش والنهاردة اليوم الثاني لينا في حي العامرية. الإقبال جامد جدا على القافلة، معانا تخصصات باطنة وجلدية وعظام وأطفال وأنف وأذن وحنجرة ورمد. العدد المستهدف بتاعنا النهاردة حوالي 1500 حالة، وعلى مدار الثلاث أيام اللي فاتوا كشفين على حوالي 3000 حالة. كل اللي انا بقى محتاجه من الحاله اللي هي بتقدم صوره بطاقه وعليها رقم تليفون، وكل الخدمه الطبيه المقدمه من بنك الشفاء مجانا. القافله بتستهدف حوالي 5000 مواطن بالكشف الطبي كله جميع التخصصات وبالمجان في منطقه عبد القادر. المبادرة موجودة مجانا، أي خدمة التحويل مجانا، الناس بتطمن على نفسها، مريض الضغط السكر الأمراض المزمنة بيطمن على نفسه بشكل روتيني، المكان قريب، في مكان قريب منه مش مضطر يروح بعيد. أنا جيت أكشف على عينيا والله، عندي أنا تعبان وكتبوا لي مجاني، كل حاجة مجاني. الحمد لله هي حاجة كويسة من الدولة بتقدمها ومشكورين على جهودها، إن هي حاسة بالناس اللي هي ما بتقدرش تتواصل في الكشوفات بره الغالية. شوفوا الناس قد إيه، يعني ما صدقت لو ما كانش كده وكانت الناس هتروح فين أو تيجي منين، والناس بتبص على المشاوير وبتبص على المصاريف. فربنا يبارك لكم يا رب ويديكم الصحة والعافية ويدوم عليكم الصحة والعافية. قافلة شفاء الخير هي واحدة من الجهود المتنوعة والمستمرة التي يقدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر.